اوكي بسم الله. كونجستيف هارت فيلير، كونجستيف هارت فيلير تعريفه هو باختصار الهارت شنو وظيفته؟ اذا بامب ولا فتعريفه باختصار هو بامب فيلير. بامب فيلير عدم قدرة القلب على ضخ احتياجات الجسم من الدم. State in which the ventricles cannot maintain adequate cardiac output to meet the metabolic needs of the body. تمام. وفي مصطلح اللي هو heart failure و congestive heart failure. لما نقول congestive heart failure يعني ان البيشنت اوريدي صاير عنده سيمتوم وصاير من الكونجيشن، سواء كان بالمونري إديما فحتلقى الساين اوف ديزنيا اللي هي بريثلسنس، لو كان عنده سيستميك كونجيشن حتلقى اورجانوميجالي هيباتوميجالي سبلينوميجالي بيتنج إديما اوف ذا لوور ليم. يبقى الكونجستيف هارت فيلير يعني هو الحاله اللي يكون معها سيمتوم وصاين ظاهره على البيشنت ويحتاج الى ميديكال تريتمنت. بينما لما نطلق هارت فيلير بدون كلمه كونجستيف في قصور في القلب ولكن مازال ما فيش سيمتوم وصاين ظاهره على المريض، يعني ممكن مازال المريض ما يحتاجش الى ميديكال تريتمنت في الوقت هذا. الباثوفيسيولوجي اوف هارت فيلير، طبعا احنا قلنا الهارت فيلير هو متعلق بالكاردياك اوتبوت، هو عباره عن لو كاردياك اوتبوت ستيت. فنعرف شنو هو الكاردياك اوتبوت. الكاردياك اوتبوت هو فانكشن اوف بريلود والافتر لود والميوكارديا كونتراكتيليتي. مين يقول لي شنو هو الكاردياك اوتبوت في معادله زي ما واخذينها في الفسيولوجي؟ كاردياك اوتبوت يساوي كاردياك اوتبوت يساوي ستروك فوليوم ضارب الهارت ريت. اوكي طبعا ستروك فوليوم اللي هو كميه الدم اللي بيدفعها الفنتريكل في كل بيت ولا في كل كونتراكشن. هذا بيعتمد على شنو؟ بيعتمد على البريلود وبيعتمد على الافتر لود وبيعتمد على الميوكارديال كونتراكتيليتي. البريلود نقصده به كميه الدم اللي تتجمع في الفنتريكل اد اند اوف دايستول. الافتر لود اللي هو الريزيستنس او البريشر اللي بيدفع اجينست الليفت فنتريكل. الميوكارديال كونتراكتيليتي قوه الكونتراكشن بتاع الهارت. اذا كان البريلود افكتد معناها حيصير في هارت فيلير، اذا كان الافتر لود افكتد حيصير في هارت فيلير، اذا كان الميوكارديال كونتراكتيليتي افكتد حيحصل في هارت فيلير. اوكي فيقسم الكونجستيف هارت فيلير الى نوعين، في سيستوليك هارت فيلير وفي دايستوليك هارت فيلير. سيستوليك هارت فيلير نقصد به شنو؟ الكونتراكتيليتي، هذا بيعبر عليه الكونتراكتيليتي وكمية الدم قدرة الفنتريكل على دفع الدم في السيستول. فكل ما يزيد البريشر مثلا في حالات الاورتيك ستينوسيس او في حالات الهايبرتنشن هينقص معاه الكاردياك اوتبوت. اوكي يبقى السيستوليك انه بروبلم اوف كونتراكشن، بينما الدايستوليك هارت فيلير بروبلم اوف الفيلينج. ايوه بروبلم اوف ذا فيلينج ان الفنتريكل كان نوت فيل انف. تمام. احنا قلنا الهارت فيلير مش دائما بيكون كونجستيف، يعني مش دائما بيكون في سيمتوم وصاين ضار على المريض، لان في البدايات في بدايه الهارت فيلير حيكون في كومبنسيشن من البادي انه يحاول يعوض النقص اللي صاير، فيحصل فيه كومبنساتوري تشينجز. كومبنساتوري تشينجز حتكون ميلي عن طريق اكتيفيشن اوف رينين انجيوتنسين سيستم وعن طريق اكتيفيشن اوف ذا سمباثيتك سيستم. اوكي فحيزيد الميوكارديا كونتراكتيليتي، طبعا اكتيفيشن اوف سمباثيتك سيستم، والميوكارديا الهايبرتروفي اللي هو ادابتيف ريسبونس حيعمل الهارت تو انكريز ذا كونتراكتيليتي، ونيورو هرمونال ميكانيزمس اللي هو السمباثيتك والاكتيفيشن اوف رينين انجيوتنسين سيستم اند ريليز اوف اتريال ناتريوريتك بيبتايدز. هذه كلها طبعا الرينين انجيوتنسين سيستم حيزيد لك من البلد فوليوم، صح؟ زياده البلد فوليوم هذا بيزيد من البريلود وبيزيد من الكاردياك اوتبوت. والاتريال ناتريوريتك بيبتايد اللي هو بيدير لك بالانس، اتريال ناتريوريتك بيبتايد بيدير لك بالانس للرينين انجيوتنسين سيستم. كلا
classifications of heart failure. طبعا اشهر ميني مالتيبل كلاسيفيكيشن زي ما قلنا في سيستوليك هارت فيلير وفي دايستوليك هارت فيلير. هذا كلاسيفيكيشن بيزد على يعني على الباثوفيسيولوجي، هل المشكله في الكونتراكشن او المشكله في الفيلينج. ايضا في كلينيكال كلاسيفيكيشن، هل هو ليفت سايد او رايت سايد اور باي فنتريكولر. طبعا هذا ليش هو اشهر كلاسيفيكيشن؟ هذا كلينيكال لان هذا بيعتمد على السيمتوم اللي حيجي بها المريض. فلو كان الليفت سايد هارت فيلير يعني المشكلة وين في الفنتريكلز الليفت فنتريكل، شنو بيكون المين سيمتوم؟ مانيفستد ان ذا لانج ولا صح ولا؟ لما يكون في هارت فيلير في الليفت فنتريكل هذا حيحصل فيه اكوموليشن وزيادة الفوليوم اوف ذا بلاد والبريشر انسايد ذا فنتريكل، وهذا بيصير لريتروجريد ترانسميشن. البريشر كله حيمشي وين في النهاية؟ الى اللانج. اللانج شو بيصير فيها؟ كونجشن وبالمونري ايديما، بالمونري إيديما، بالمونري كونجشن وبالمونري إيديما. وهذا حيعطي شنو السيمتوم أو الصاين اللي بيجي بها المريض؟ الدزنيا. أيوة شعور الدهشة لأنه مش قادر يدير أكسجينيشن كويس، يعني الألفيولاي تقول معبية فلويد، فالأكسجين يدخل الألفيولاي مش قادر يمشي لي، مش قادر يعبر إلى الكابيلارز، فيحصل فيه هيبو أكسجينيشن، فهذا حيدير ستيميوليشن للريسبيراتوري سنتر فيزيد الفنتيلاتوري اكتيفيتي، يزيد الفنتيليشن فيقعد المريض عند الدزنيا. بينما لما يكون في رايت سايد هارت فيلير طبعا حيكون في ترانسميشن للبريشر وين؟ للبادي السيستميك، لان هي اللي درين للرايت سايد، فيحصل فيه سيستميك كونجشن مانيفستد از وين؟ شوفوه سيستميك كونجشن ها شوفوه اول حاجه في الجاجولار فينوس ديستنشن، في الليفر ليفر كونجشن، واللور لمب إيديما يسموا فيها بيتينج إيديما. وإذا كانوا باي فنتريكولر يعني حتلقى بالمونري أند سيستميك كونجشن. بعشان الكوزز أوف ليفت سايد هارت فيلير، الحاجات اللي تأثر على ليفت فنتريكل، الموست كومن كوز أوف ليفت سايد هارت فيلير شنو؟ إسكيميا. طبعا هذه هي الموست كومن كوز إسكيميا، سواء كانت انجينال تايب او كانت انفاركشن تايب، كلها في النهايه حيؤدي الى هارت فيلير. يبقى الاسكيميا والميوكارديال انفاركشن. الهايبرتنشن، الاسكيميا والميوكارديال انفاركشن، احنا لما تكلمنا قلنا الكارديك او البوت بيعتمد على البريلود والافتر لود والكونتراكتيليتي، صح؟ ثلاث حاجات. طب الاسكيميا بتاثر على شنو؟ على الكونتراكتيليتي. الهايبرتنشن حيأثر على على افتر لود. الدايليتد كارديوميوباتي على كونتراكتيليتي. الريستريكتيف كارديوميوباتي على ايش؟ على الكونتراكتيليتي. ايضا حتى على الفيلينج، حتى على الفيلينج الريستريكتيف مش حيصير فيه اكسبانشن، فحيأثر على الفيلينج وحيأثر عليه الكونتراكتيليتي. الكلينيكال فيشر اللي حكينا عليها البلمونري كونجشن والبلمونري ايديما، طبعا هنا نشوفه في الالفيولاي. شو فيها الالفيولاي هنا؟ معبيه شنو؟ فلويد صح ولا لا؟ هذه بلمونري ايديما. وهنا شو فيها الالفيولاي؟ هيموسيدر ليدن ماكروفيجز از ا ساين اوف اكيوت اور كرونيك كرونيك فينوس كونجشن اللي هو ساين اوف هارت فيلير. بسرعة. أوكي، هي تجميعة، تجميعة معلومات، ما فيش حاجات جديدة راه. لا عرفت. أوكي تمام. تجميعة إن شاء الله ما فيهاش صعوبة، لكن حاول طبعا نقص السرعة شوي. أوكي أوكي. أمس سألتيني عليه سؤال اللي هو في الهايبرتروفيك كارديوميوباثي، وقلنا الإيجكشن فراكشن زايد، وقلتي كيف الإيجكشن فراكشن زايد وهو أنت سألتيني. أمس سألني أنت سألتيني إيه. فهو كيف ترى تفسيره؟ شو التفسير؟ انت ما سالتي السؤال، شو الاجابته؟ انا قلت كيف زاد وهو المفروض انه مش قادر يدير ريلاكسيشن. صح، شنو اجابته السؤال هذا؟ في حد عنده اجابه للسؤال هذا؟ في حد عنده اي اجابه؟ طبعا الايجكشن فراكشن هو عباره عن شنو؟ شنو تعريفه؟ كميه إيجكشن فراكشن، برسنتج وليس كمية. الكمية هذه ستروك فوليوم، لكن الإيجكشن فراكشن
نسبة، فأنت نسبة المدفوع إلى نسبة الموجود بالكامل. صح ولا لا؟ معناها شو تتوقعيها في الهايبرتروفي كارديوميوباثي؟ تزيد ولا لا؟ صح تمام. فهي النسبة وليست الكمية. اوكي السيمتوم الساين زي ما قلنا البلمونري كونجشن والبلمونري ايديما. الحاجه الثانيه ديكريزد فلو تو ذا كيدني، طبعا هذا حيودي لاكتيفيشن اوف رينين انجيوتنسين سيستم، يودي الى فلويد ريتينشن. طبعا الفلويد ريتينشن حيودي الى زياده البلد فوليوم، وزياده البلد فوليوم حيسبب في زياده الكونجشن، فهي اكسسربيت ذا كونديشن. ولهذا احد الادويه المهمه اللي تنعطى اللي هو الايس انهيبيتورز، one of the most important drugs for treatment of heart failure هو ACE inhibitors. شو بيدير ACE inhibitors؟ صح عليك، بنقص افترول وريلود، يعني بيشتغل اول حاجه انهبت الرينين انجيوتنسين سيستم، فبنقص اللي هو الفلويد ريتينشن، في نفس الوقت بيلك فازو دايلاتيشن، فحينقص من الافتر لود. ايضا من ضمن الدرجز المهمه للتريتمنت شنو؟ دايوريتكس ولا الدايوريتكس to eliminate excessive fluid from the body. Right side heart failure، لما يكون failure في right ventricle، شنو most common cause of right side heart failure؟ هو left side heart failure. يعني هو مربوطات ببعض، يعني لما يكون عندك left side heart failure حيصير فيه زي ما قلنا ان congestion في البلمونري vessels، وال زيادة البلد بريشر في داخل البلمونري فيسل حيؤثر في النهاية عليه الرايت فنتريكل ولا لما يزيد الضغط في داخل البلمونري سيركوليشن الرايت فنتريكل شن بيصير له؟ هايبرتروفي، وبعدين يدخل في الرايت سايد هارت فيلير. واضحة؟ يبقى هذا الموست كومن كوز اوف رايت سايد هارت فيلير هو الليفت سايد هارت فيلير. Other causes of right side heart failure لما يكون عندك شنط، كيف ترى الشنط؟ اي شنط هي left to right شنط ولا left to right شنط ولا ASD ولا VSD ولا BDA، في النهاية كلها حيزيد البريشر وين؟ في البلمونري سيركوليشن، يؤدي لبلمونري هايبرتنشن، وبعدين تنعكس الشنط، هذه سميناها إيزنمنجر سيندروم. كويس باه. عندي ايضا سبب مهم جدا اسمه كوربالمونال. شنو هو الكوربالمونال؟ كوربالمونال شنو هو؟ كور يعني هارت، بالمونال يعني لنج، يعني شنو؟ هارت ديسفانكشن ديو تو لنج ديسفانكشن، يعني المشكله الاساسيه في اللنج ادت الى هارت فيلير، ديزيز اوف لنج ريزلت ان هارت رايت سايد هارت فيلير. كيف ترى؟ من يشرح لي عليها الفسيولوجي؟ فيبروسيس ليش؟ ليش لما يكون عندك لانج ديزيز، لو فرضنا هذه الالفيولاي تمام، وهذه البلد فيسل اللي يغدي فيها الكابيلاري، يعني لما يكون عندك لانج ديزيز، لو فرضنا مثلا فيبروسيس، انا كلها فيبروسيس وما عادش في اكسجين يدخل الى داخل الالفيولاي، شنو بيصير للفيسلز؟ لا الفيسل هذا شن بيصير له لما الالفيولاي اللي تغدي فيه ما عادش فيها اكسجين نتيجه فايبروسيس انفلاميشن سكيما سكيما كيف سكيما انا نحكي على الالفيولاي توا في اللنج الاكسجين صار فيه هايبوكسيا صح ما عادش فيه اكسجين يدخل للالفيولاي في فايبروسيس توا صار فيه فايبروسيس البلد فيسل اللي صاي اللي يغدي في الالفيولاي هذه شنو بيصير لا فازو كونستريكشن ليش هذه ربي خارجها كومبنساتوري ميكانيزم سامعين بها ولا قبل ها اي جزء من اللنج ما عادش يوصل فيه اكسجين حيصير فيه فازو كونستريكشن ليش عشان شفت البلد تو اذر اريا اللي هي ويل اوكسجينيتد باهي لما يكون عندك ديفيوز لانج ديزيز ديفيوز فايبروسيس فايبروسيس يعني الالفيولاي هذه كلها اللي موجوده كلها بالكامل فايبروتيك ما عادش فيه اكسجين معناها بيحصل فيه جنرالايزد اور ديفيوز
vasoconstriction in the pulmonary vessels. لما يكون عندك generalized or diffuse vasoconstriction في البلمونري فيسل هذا حيزيد لك من البلمونري بريشر فيحصل في بلمونري هايبرتنشن بلمونري هايبرتنشن بعدين الرايت فنتري كنشن بيصير ل gradual hypertrophy and then failure. اوكي يبقى هذا اسمه كور بلمونار لما يكون عندك chronic lung disease ادى في النهايه الى رايت سايد هارت فيلير اسمها كور بلمونال واضح ولا مش واضح باهي لما يكون عندك شنط كاردياك شنط وادت في النهايه الى بلمونري هايبرتنشن ليفت رايت شنط هذه كاردياك ديزيز ادى في النهايه الى بلمونري هايبرتنشن هل نسموها كور بلمونال لا ما نسموهاش كور بلمونال لكن عندك لانج بروبلم ادى الى كاردياك بروبلم كور بلمونال كاردياك بروبلم ادى الى لانج بروبلم ما هياش كور بلمونال اوكي كلينيكال فيتشر اوف كونجشن طبعا هذه كلينيكال فيتشر تكلمنا عليها في الرايت سايد هارت فيلير شو الكلينيكال فيتشر جاجولار فينوس ديستنشن زي ما شايفين هاو جاجولار فيز ار ديستندد طبعا هذه فيري امبورتانت ساين ايضا بينفول هيباتو سبلينو ميغالي انلارجمنت اوف سبلين اند ليفر والليفر طبعا لما يكون في كونجشن شنو بيعطينا المنظر ناتميج ليفر ناتميج ليفر ليش يكون فيه ناتميج ليفر شنو الباتوفيسيولوجيا والباتوجينيسيس نتاعها ليش الريد اريا هذه شنو صاير فيها الريد اريا هذه كورسبونتو شنو في الهيستولوجي بورتال ولا سنترال الريد مش فيه ريد سبوت surrounded by yellow border صح لا في نقط حمراء و surrounded by yellow area صح النقط الحمراء هذه عبارة عن شنو هل هي البورتر ولا السنترال عندك الليفر البيول في سنترال فين والسنترال فين surrounded by portal tract بورتر تراك بالشكل هذا وعندك هذه اللي هي الكوردز اوف هيباتو سايتس به تو النقطه الحمراء هذه وين بتجي بتجي في السنترال فين ولا بتجي في البورتر تراكتس من يقول سنترال ومن يقول بورتل شنو تقولوا انتم في البورتل وانتم شو تقولوا ها سنترال ليش في السنترال ايوه لان الدم درين من السنترال فين ولا الدرينج وين بيكون هو من السنترال ولا من البورتال من السنترال معناها الكونجشن وين بيصير السنترال هو اللي بيكون كونجستد وبيكون هايبوكسيميك وبيحصل فيه حاجه يسموا فيها سنترال هيموريجيك شنو نيكروسيس ليش نكروسيس نتيجة الهايبوكسيا فتبان الاريا حمراء ريد انا سنترال هيموريجيك في هيموريج وفي نكروسيس الزوز بينما البريفرال اريا اللي موجودة هنا فاتت شيء ليش لان يعني بيتر اوكسجينيتد لان البلد اللي يوصلها منين من البورتال تراكت مش البلد بيجي عن طريق البورتال فين والهيباتيك ارتري هذا السبلاي ولا بيجي من البورتال تراكت وبعدين حينتقل من البورتال تراكت يمشي للسنتر بالشكل هذا البلد البلد يجي من البورتال تراكت ويتجه في اتجاه سنترال فين معناه الاريا اللي بتاخذ البلد سبلاي افضل اريا اللي هي وين بتكون حوالين البورتال تراكت هذه تحصل في افضل تغذيه بينما الاريا اللي موجوده حوالين السنترال فين هذه بعيده عن البلد سبلاي فبيكون الهايبوكسيا فيها اكثر صح واضحه ولا مش واضحه النقطه هذه واضحه مش واضحه واضحه عشان نفوتها يعني اوكي والبيتنج ايديما ليش سميناها بيتنج لان فيها بيت البيت الحفيره الصغيره هذه انديكيت ان شنو بيتنج ايديما طبعا الايديما انواعها شنو الايديما انواع الايديما
بيتكون بيتك به على حسب الباتو فيسيولوجي، زياده الهيدروستاتيك بريشر، نقص الانكوتيك بريشر، انفلاميشن، لمفاتيك اوبستراكشن، كلهم بيتنج ما عدا الليمفاتيك اوبستراكشن بيكون نون بيتنج. تمام اوكي. فيها اخر معلومه، كاردياك الهارت فيلير، معظم انواع الهارت فيلير كاركترايز زي ما قلنا باي لو كاردياك اوت بوت، ما عدا عندي نوع ثاني، في نوع اخر في سوفي، هذه كلها تسمى لو كاردياك اوت بوت هارت فيلير. في نوع يسمى هاي كاردياك اوت بوت هارت فيلير، هارت فيلير لكن الكاردياك اوت بوت هاي، يعني ممكن يكون نورمال وممكن يكون حتى ابوف نورمال، لكن مع هذا المريض عنده هارت فيلير. شو معنى عنده هارت فيلير؟ معناها الدم اللي يضخ فيه القلب مش مازال مش قادر يلبي احتياجات الجسم. امتى تصير هذه؟ اوكي، اشهر مثال هو الهايبر تيروديزم او التيروتوكسيكوزيس. عارفين هايبر تيروديزم انكريز الميتابوليك اكتيفيتي اوف ذا سيلز، فالديماند بيزيد، الديماند بيزيد. فلما يجيك سؤال هاي كاردك او تبط هارت فيلير، وين نلقوه؟ نلقوه في حاله الهايبر تيروديزم. اوكي مايوكاردايتس اند بيريكاردايتس. طبعا مايوكاردايتس تعني انفلاميشن اوف مايوكارديوم، ولما نقول انفلاميشن نقصد به ان برايمري انفلاميشن. شو معناها؟ معناها ان عندي مثلا زي مايوكارديال انفاركشن، مش قلنا بيصير فيه نيكروسيس؟ ومع النيكروسيس بيصير فيه انفلتريشن اوف نيوتروفيل للمايوكارديوم. هل نسموها مايوكاردايتس هذه؟ لا، لانها سكندري تو ام اي، فما تسموش مايوكاردايتس. مايوكاردايتس از ا برايمري انفلاميشن، يعني المايوكارديوم هو المين سايت اوف انفلاميشن، ماهوش سكندري تو اذر باثولوجي. فكلاسيفيكيشن على حسب الايتيولوجي، على حسب الايتيولوجي في انفكتيف يعني نتيجه انفكشن باي اورجانيزم، في اميونولوجيكال، وفي النون اوريجين. اشهر نوع واكثر نوع اللي هي الانفكتيف وبالذات هي الفايرال، لان يعني معظم انواع المايوكاردايتس از فايرال ايتيولوجي، بالذات اللي هو الكوكساكي فيروس اي ان بي. كوكساكي اي ان بي از ذا موست كومن كوز اوف مايوكاردايتس، يعني هذه ممكن اهم معلومه في المحاضره بتاع المايوكاردايتس، تعرف انها هي فايرال. بما انها فايرال يعني هي حتكون سيلف ليميتد، والله سيلف ليميتد يبقى فيروس، يبقى اتز سيلف ليميتد. اوكي، في اذر كوزز، كل هذه مش مهمه. يعني بالنسبه للاميونولوجيكال حتى هي ممكن يكون نتيجه كونكتيف تيشو ديزيز او دراج هايبر سنسيتيفيتي او بوس فايرال اميون رياكشن، بوس ستريبتوكوكال زي فيريوماتيك فيفر وترانسبلانت، كلها حتى هي كوزز مش مهمه. وفي النون اوريجين زي في الساركويدوز وفي الجاينت سيل مايوكاردايتس، اهم معلومه ان تعرف انها فايرال وهي سيلف ليميتد، والفيروس هو كوكساكي اي اند بي فايروس. ونوع الانفلاميشن اللي حنلقاه في حاله الفايرال مايوكاردايتس هو عبارة عن شنو السيلز؟ ليمفوسايت، هي ليمفوسايت. اوكي، وفي الجاينت سيل مايوكاردايتس قلنا رير كوز لكن اجريسيف، فتلقى فيه جاينت سيلز موجودة في المايوكارديوم. بين الكلينيكال فيتشر المريض اللي عنده مايوكاردايتس او انفلاميشن، هو الهيستوري كيف بيجيك؟ بيقول لك في الاول كان عنده ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن، هذه في حالة ما تكون يعني فايرال، وبعدين يصير عنده اعراض. طبعا مش كل البيشنت حيصير عندهم اعراض، ممكن يكون سيمتوماتيك، وفي ناس تجيهم فيري سيفير سيمتومز، ما يخش في هارت فيلير او يخش حتى في اريثميا مرات. ليش؟ ليش هارت فيلير؟ ليش المايوكاردايتس دي في هارت فيلير؟ ايه امبيرد كونتراكتيف، مش عارفين انتم وحده من الساين تاع الانفلاميشن نص فانكشن، ما عادش فيه كونتراكشن كويس، فيخش المريض في هارت فيلير. وفي الاعراض البسيطه اللي هي الفاتيج، الديزنيا، البالبيتيشن، شسبين اند فيفر، كلينيكال بروجريشن. طبعا اخطر كومبليكيشن ممكن يصير للمريض، بعض الحالات ممكن تتحول الى دايليتد كارديو مايوباتي، هذه الريفرسبل خلاص، يعني لما يخش في دايليتد كارديو مايوباتي فهذه بروجريسيف، يعني المريض بيخش في هارت فيلير ويحتاج الى تريتمنت، لايف لونج تريتمنت.
تمام. هذا الميوكاردايتس. البيريكاردايتس انفلاميشن اوف بيريكارديوم. طبعا الديسوردرز اللي تصير في البيريكارديوم ممكن يكون في فلويد اكوموليشن. طبعا الفلويد اكوموليشن ممكن يصير with inflammation or without inflammation، يعني ممكن يصير as a part of generalized edema، ممكن يتجمع الفلويد في داخل البيريكارديوم وممكن يصير نتيجة الانفلاميشن هي البيريكارديتس، وممكن يكون في fibrous constriction يصير في fibrosis تتحول الى chronic pericarditis. اوكي، فمعظم الكلام يعني حنستازور يعني كلام واخديننا قبل بيريكارديال افيوجن اند هيمو. نعطوا دور المصطلحات او التعريفات. البيريكارديال كافيتي لما يتجمع فيه سيروس فلويد اور افيوجن، هذا لما يجمع فيه سيروس فلويد هذا يسمى شنو اللي هو يسمى فيه افيوجن. يعني بيريكارديال افيوجن عباره عن سيروس فلويد، لما يجمع بلاد هيمو بيريكارديوم، لما يجمع بس بيورولنت بيريكارديتس. بايش تعريف الكاردياك تامبوناد؟ كلمة كاردياك تامبوناد تجمع ماسيف كولكشن، تجمع كبير يعني مش عبارة عن تجمع بسيط، ماسيف كولكشن اوف فلويد في الغالب حيكون بلاد، في الغالب حيكون بلاد. ايوه، فهذا ليميتنج ذا كاردياك فانكشن، حيأثر على الكاردياك فانكشن لما يقعد الفلويد متجمع بكميه كبيره جدا في البيريكارديا كافيتي، بحيث انه يضغط على الهارت ويمنع الفانكشن اوف ذا هارت. طبعا هذه لايف تريتنج كونديشن ولازم تدير ايرجنت بروسيجر تو درين ذا فلويد. شو يسموا فيه البروسيجر؟ بيريكارديو سنتيسز. بيريكارديو سنتيسز يعني بتدخل تيوب في داخل البيريكارديا الكافيتي وبتسحب الفلويد اللي متجمع. طبعا في العادة الفلويد هذا حيكون بلد بيكون شنو أسبابه؟ أورت دايسكشن واحدة من الأسباب، صح؟ حاجة أخرى شنو صاير هنا في الهارت؟ ربشر أو فنتريكل بوست ام اي، بوست ام اي يصير فيه ربشر للفنتريكل ويطلع للبلد إلى البيريكارديا الكافيتي. طبعا هي life threatening condition. اوكي، البيريكارديتس inflammation of pericardium with or without pericardial effusion، ممكن يكون نتيجة infection، ممكن adiabatic، ممكن viral bacterial، ممكن يكون non-infectious condition زي autoimmune disease or metabolic. لو نتكلم عليه الأسباب، suspect pericarditis in patient presenting with pleuritic chest pain. شنو هي symptom sign of pericarditis؟ حال يسموا فيها pleuritic chest pain. شو معناها بلوريتك؟ لما نقول بلوريتك شيست بين، فيه شيست بين لكن بلوريتك تايب، يسوي فيه بلوريتك تايب شيست بين. كيف يعني؟ لما يتنفس يزيد الوجع، صح مظبوط. لما يتنفس هذا اسمه اللي هو بين افكتد باي ريسبيريشن، في حاله الانسبيريشن يشعر بالبين. زي مثلا واحد مثلا لما يتنفس يقول لك نحس في زي الالم او النخصه في الصدر، فهذه بلوريتك شيست بين. ليش؟ لان في حاله الانسبيريشن حيصير فيك اكسباشن في اللنج، اللنج حدي لك ستريتشنج للبلوره، فالبلوره اذا كان هي انفليمد شو بيصير لها؟ طبعا هاي انرفيتد هي، فيصير في اريتيشن وحيصير في بين. فهذا البين اللي هو يصير مع الانسبيريشن. نفس الشيء البيريكاردايتس يبقى سواء يعني بلورا او بيريكاردايتس مع الانسبيريشن تشعر بالبين، هيسوي فيه بلوريتك تايب شيست بين. ايضا من اهم الفيتشر بتاع البين ان البين از ريليفد باي شنو؟ سيتنج اور لينينج فورورد. لما المريض ياخذ وضعيه الركوع يخف البين، لما يكون في السوباين بوزيشن نايم يزيد البين. هذه فيري امبورتنت ساين، وده وخدين عليها اكثر من كيس الوضعيه هذه. ايضا من ضمن الحاجات المهمه اللي هي البريكارديال فريكشن راب، اللي هو الصوت تسمعه نتيجه احتكاك طبقه الفيسترال والبرايتال بريكارديوم في وجود الفايبرين. في حاله الفيبرينس بريكاردايتس هيعطيك بين. ان كاركترستيك اي سي جي ابنورماليتي، لما تدير اي سي جي شن تلقى في البريكاردايتس؟ شن تلقى
صح عليك استي إليفيشن. كيف نميز جاك مريض بشسبين ودرت لام اي سي جي ولقيت استي إليفيشن، كيف تفرق هذا ام اي والا بيريكاردايتس؟ ها اول شيء تايب اوف بين، كان هو البين لقيته بلوريتك تايب ولقيته امبروفد باي لينينج فورورد، هذا ماهوش اسكيميك صح لا. حاجه اخرى الاي سي جي الاس تي اليفيشن في البريكاردايتس وين تلقاه؟ تلقاه في مالتيبل ليدز، مش في ليد واحد، في مالتيبل ليدز. لكن في الاي في الام اي هتلقاه فقط في وان ليد اللي هو افكتد باي انفاركشن. يبقى في الاي سي جي في البريكاردايتس تلقاه مالتيبل ليدز شو اس تي اليفيشن، لكن ام اي فقط وان ليد اللي هو افكتد بالام اي. كلاسيفيكيشن اوف بريكاردايتس يبقى تقسم الى عده اقسام في ميني كلاسيفيكيشن سيستم على حسب الانست، في اكيوت وفي كرونيك. هنا اكيوت لما نقول اكيوت اللي هي من فيو ديز الى فيو ويكس، حتى فيو ويكس يعني 4 أسابيع 5 أسابيع تسميها اكيوت اوكي، بينما كرونيك اللي هو لاستنج مور ذان 3 مانثس. كلاسيفيكيشن على حسب التايب اوف انفلاماتوري اكزوديت، ممكن تكون سيروس لما يكون سيروس فلويد، لما يكون ممكن فيبرينس لما يكون في فيبرين، بيورلنت لما يكون في بس، هيمورجيك لما يكون في بلد، كايلس لما يكون ليمف تمام. وفي كلاسيفيكيشن حسب الاتيولوجي، اكيوت نون سبيسيفيكلي ايديوباتيك، وفي انفكتيف نتيجه اورجانيزم، وفي اميونولوجيك اللي بيكون نتيجه اوتو اميون ديسوردر، وفي نيوبلاستيك مرات مالجنسي منتقل ميتاستاسيس للبيريكارديوم وبيدير انفلاميشن. ميتابوليك بالذات اليوريميا، شنو هي اليوريميا؟ زياده نيتروجينس برودكتس اليوريا والكرياتينين ان ذا بلاد يوريميا، ايضا ميكزوديما اور جاوت، تروماتيك مترامبوس كاردييك سيرجري. طبعا مش كل الانواع هذه مهمه، فنتكلم توا عليه السيروس بريكاردايتس لما يكون فيه الاكوموليشن عباره عن سيروس فلويد، والكوزز اهم كوز ليه اللي هي الفايرال. اذا انت غير ركز توا عليه اول سبب، اذا لما يقول لك سيروس بريكاردايتس شنو يخطر عليك هيك من البدايه؟ اللي هي الفايرال انفكشن، فايرال انفكشن اوكي. وطبعا هذه لان فلويد ما فيش فايبرين، ما فيش بص، ما فيش هيمورج، فهذا في العاده ما يصيرش، او ريرلي اوكر اللي هو الفايبرس ادهيجنز يعني الكرونيك كومبليكيشنز اللي حتصير مع النوع الثانيه في الغالب مش حتصير مع السيروس بريكاردايتس اوكي. لما يكون فيبريناس نوع الانفلاميشن فيبريناس بريكاردايتس شنو يخطر عليك على بالك على طول؟ اليوريميا. ليش؟ لان الهاي يوريا تدير في اريتيشن للفيسرال بريكارديوم وحتسبب في برودكشن اوف لارج اماونت اوف فايبرين، الفايبرين حيترسب ما بين الفيسرال، هذا الفيسرال وهذا البارايتال بريكارديوم، يقعد فيه ستراندز اوف فايبرين ستريتشد، ويقعد الفايبرين مغطي السيرفيس اوف فيسرال بريكارديوم. شو يسموه فيه المنظر هذا؟ بريد، هذا بريد اند باتر، بريد اند باتر ابييرنس، بريد اند باتر ابييرنس از كاركترستيك فيتشر اوف فيبرينس بريكاردايتس، والمسكو منكوز ليها شنو؟ يوريميا. واضح الكلام؟ تمام اوكي. ايضا من ضمن الاسباب الثانيه للفيبرينس بريكاردايتس مايوكارديال انفاركشن، دريسلر سيندروم اللي هو قلنا عباره عن انفاركشن اوكرينج امتى؟ ليت بعد فيو ويكس اوف اونست اوف ام اي، والسبب بتاعها اوتو اميون، ريوماتيك فيفر والاس ال اي سيستميك لوبس اريثماتوزس اوكي. واضحه الفيبريناس مهمه جدا، الفيبريناس اهم نوع من انواع البريكاردايتس، وهذه تعطيك فريكشن راب في العاده، بريكارديال فريكشن راب از ذا موست سترايكنج كلينيكال فايندينج، ودائما الكيسز اللي يجوا في البريكاردايتس في الامتحان يجوا عليه النوع هذا اللي هو الفيبريناس بريكاردايتس، لان عندها كاركترستيك باثولوجيكال مورفولوجي تحت الميكروسكوب حتلقى فيه الفايبرين، هذه كلها فايبرين ستراندز، هذا السيرفس بتاع البريكارديوم
وهذا اللي هو الفايبرين ديبوزيت اون ذا بيريكارديال سيرفيس. بيورولنت بيريكاردايتس لما يكون في بص، تلاحظ هنا في البيريكارديال كافيتي في بص كولكشن ان ذا بيريكارديوم. طبعا بيورولنت بيريكاردايتس كونسيكونس انفيجن باي انفكتيف اورجانيزم اللي هي بايوجينيك بكتيريا، ممكن من ملتا بالروتس يعني direct extension or seeding or lymphatic or direct introduction during cardiotomy. موسكو مانكوزاتيف أورغانيزم يستفيل كوكاي وستريبتو كوكاي والنوم كوكاي، والبيشنت بيجيك بهاي جريد فيفر رايجرز بريكارديال فريكشن رب. طبعا هنا في الكمبليكيشنز اللي هو الكرونيك كمبليكيشن اللي هو الفايبروسيس والسكارينج is more common than كومبليت ريزوليوشن. يعني في حالات البيورولنت بيريكاردايتس في العاده حيكون في ادهيجنز، والادهيجنز هذه حتتحول لك بعدين الى كرونيك بيريكاردايتس. اوكي، هيموراجيك بيريكاردايتس لما يكون في بلاد، شوف بلاد هذا عند بيريكارديال كافيتي. باهي لما يسالك شن الموست كومن كوز اوف هيموراجيك بيريكاردايتس هتقول له مالجننت نيوبلاستيك انفولفمنت اوف بيريكارديوم. باهي اذا بيقول لك هيموراجيك بيريكارديتس يوجوالي كوزد باي فايرال انفكشن، يوريميا، مالجننت، تقول لا مالجننت. اوكي، اذا دائما لما تلقى سواء هيموراجيك بلورال افيوجن او هيموراجيك اسايتس بريتونيال افيوجن او هيموراجيك بيريكارديتس، دائما لما تلقى في بلد في الافيوجن فتقعد تفكر في المالجننسي، لأن المالجنان سيلز بتدير disruption للبلد فيسلز، بتدير disruption destruction للبلد فيسل، فيصير في هيموراج معها. كايلس لما يكون في لينفاتيك، فالفلويد اللي متجمع هيكون نوعه لينفاتيك، وفي العادة هذا بيكون نتيجة اللي هو secondary to injury to thoracic duct. thoracic duct اللي هي draining lymphatics، فبيكون في injury للthoracic duct. كرونيك بيريكاردايتس في عندي ثلاثة أنواع. أول نوع اللي هو تيوبركولوس، هذه ديو تو انفكشن باي تيوبركولوسيس، برايمري ولا سكندري؟ سكندري طبعا، سكندري تيوبركولوسيس. بيريكارديال ساكس فيلد وذ كيزياس ماتيريال اند فايبرس ادهيجنز، وبيعطيك فايبروسيس وكالسيفيكيشن. طبعا لما بيصير في فايبروسيس وكالسيفيكيشن يعطيك الكونستركتيف بيريكاردايتس النوع الثاني. كونستركتيف بيريكاردايتس شو معناها؟ كلمة كونستركتيف زي ريستريكتيف، لما خدنا ريستريكتيف كارديوميوباثي تصلب، يعني البريكارديوم يقعد متصلب نتيجة الفايبروسيس والكالسيفيكيشن. شوف معايا هذا الهارت، هذا كالسيفايد بريكارديوم، الهارت يقعد زي قشرة البيض متصلب نتيجة الفايبروسيس والكالسيفيكيشن في البريكارديوم. فهذا شي بيزير خلاص limits ده كاردياك فانكشن، الهارت معش يقدر يدير اكسبانشن. فالبيريكارديوم از ترانسفورمد انتو تيك لير اوف فايبرس تيشو وذ كالسيفيكيشن ذات ريستريكتس ذا دايستوليك فيلينج، ات از ذا اند ريزلت اوف تي بي اند سيفير سابيوريتيف بيريكاردايتس. قلنا البيورولنت بيريكاردايتس في العاده حتي بيصير معاه فايبرس ادهيجن تعطيك كونستريكتيف بيريكاردايتس. اخر نوع من انواع الكرونيك بيريكاردايتس لما يسمى بالادهيرنت ميدياستاينو بيريكاردايتس، وهنا الادهيجن بيصير وين؟ ما بين البرايتال بيريكارديوم وما بين الميدياستاينا اللي هو سراوندينج البرايتال بيريكارديوم، فيحصل في ادهيجنز ما بينهم. طبعا لما يكون في ادهيجن شنو بيصير هنا للهارت؟ الهارت ما عادش يقدر يدير كونتراكشن، عرفتوها كيف ولا؟ يقعد البرايتال بيريكارديوم لاصق في الميدياستاينوم بالادهيجن، يمنع الكونتراكشن بتاع الهارت، ما عادش يصير في كونتراكشن. فهذا المشكله حتكون شني في السيستوليك فانكشن، حيدخل المريض في هارت فيلير تيجي السيستوليك فانكشن. بينما النوع الاول هذا الكونستريكتيف بريكاردايتس الهارت ما عادش يقدر يدير اكسبانشن، فهنا بيعطيك دايستوليك ديسفانكشن. واضح؟ في حد عنده اي سؤال؟ كيف؟ بلورا؟
الستركشر اللي سراوندينج الهارت. البلورا ب ايه؟ لا هو بيصير مع 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 الرب مع التوراسيك وول، بيصير مع التوراسيك وول اديجز ايه اللي لاصق فيه اللي محيط بيه التوراسيك وول اللي محيط بيه. اوكي